وإياك لأهل الجمال والنقاء والحسن والكمال في الدنيا والآخرة. عظيم وجميل أن تكون الآن بين المسلمين الذين علموا أن الله حق وأتوا إلى الله بحق، بعدما كنت ترى الظلم والظلام والظلمات وتسعى فيها بالليل والنهار، فعذبت وربي شر عذاب ومزقت شر تمزيق، أكثر من عقدين ويزيد، أكثر من 20 سنة وأنت في هذا البدن تعذبه منذ أول يوم من زواجه كما أخبرت أنت وكما أخبرت هي وكما أخبر زوجها ومن حولها، الكل يشهدون ويشهدون عليك أنك كنت تعذب، عذبت في النفس وفي الجمال وفي المال وفي الصحة وفي العمل، عذبت في الفراش، عذبت في كل شيء، وهنا وهناك في تونس في ليبيا في السويد، وأنت أذكرك بهذا وأعيد عليك لتعلم رحمة الله التي حلت بك، لأن الله رحيم رحمن كريم غفور تواب سبحانه وتعالى، وجعلك الآن مسلما مع الظلم الذي قدمت. الله ما غلف قلبك وما طبع عليه، بل جعل عينك تدمع وقلبك يخشع وجوارحك تتحرك، فأتيت إليه فهو دلك عليه ووفقك للوقوف بين يديه، فقل الحمد لله. وحري بك أن تكون صادقا في وعدك وفي إسلامك وشهادتك، وبعدما تلفظت بها أن تخرج طاعة لله عز وجل. نعم، الآن ترفع بقوة كأنك تقول أنا على القوة في دين الله عز وجل ولن أخلف وعدا أعطيته لله عز وجل. ليعلم بفضل الله عز وجل أن الجن يسلمون لرب العالمين، وحينما يسلم الجن تظهر ثمرة إسلامهم بفضل الله عز وجل، بحيث أن هذا الجسد الذي كان يثقل عن الطاعة والعبادة يصبح يرى خفة وعلو همة ونشاط بفضل الله عز وجل فيما يقربه إلى الله عز وجل. والجن هو الذي يحرك الجسد ليأخذ الأهبة وليأخذ بالزاد، فيتحرك مع هذا الجسد، وبالتالي يبدأ يتقوى إيمانه ويحسن إسلامه، فيصبح هو من نفسه يبتعد عن الشر وعن الأذى، سواء كان خادما، سواء كان حارسا، كان عاشقا، كان ظالما معتديا، يبدأ هو من نفسه يعلم أن الإسلام يحجبه عن الظلم ويأمره بطاعة الله عز وجل. ويأمن المعالج والمريض أن هذا الجني أصبح من نفسه قوة في خير لا قوة في شر، خير من أن يكون الصراع وأن يكون العراك، وخير من أن يكون الحرق والصعق، وربما كلما أخذ قوة من جديد تمرد من جديد. فإذا كانت وظفت القوة في طاعة الله عز وجل ودعوته إلى دين الله تعالى رأيت عجبا، لكن ربما الغالب يغفلون عن هذا لأنه يأخذ وقت ويحتاج إلى توفيق من الله عز وجل في طرق الدعوة إلى الله عز وجل، وكيف توصل الخطابة والوعظة والبيان بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فإنك لن تهدي ما أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن وجب أن نعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم وعظا بليغا، فلا بد أن نفهم هذا، فهذا من السنة وهذا من دين الله جل وعلا. فالجن لهم قلوب تتحرك وأعين تدمع، لكن الشيطان والمعاصي جعلت في الأعين جفاء وجعلت في القلوب قسوة وغلظة. نعم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فالقلوب الأصل فيها عدم القسوة، لكن الران يغلب عليها بكثرة الذنوب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال الإنس والجن على حد سواء. قال ربي سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله قلبه فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فهناك قلوب عليها الصدأ وعليها الران وعليها القسوة والغلظة والجفاء لكثرة الذنوب والبعد عن الله عز وجل، ولهذا لا بد أن تذكر وتخوف بالله سبحانه وتعالى. إذا خوفت اليوم وغدا وبعد غد وأصبح هذا الخوف يعني يدخل إلى القلب، فيصبح الخوف من الله عز وجل. نغير الخوف من الشيطان
الذي جعله في قلبه والخوف من الساحر، فنجعله خوف من الله عز وجل، بالتالي يتحقق فيه قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا يطيعون، إلا ليوحدون، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا بد أن تفهم هذه عند الجن، أن تكون الدعوة، أصل الدعوة في الرقية دعوة الجن إلى دين الله سبحانه وتعالى، إلى توحيد الله جل وعلا. وإن أظهر أنه مسوني، وإن أظهر أنه نصراني، وإن أظهر أنه يهودي، فما بعث النبي إلا رحمة للثقلين الإنس والجن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا بد أن ندعوهم بالتي هي أحسن. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وإن سبك وشتمك وعيرك ونقصك، إياك أن تنتقم لنفسك، وإياك أن تكون سريع غضب، وإياك أن تتعجل في الدعوة، فلا بد أن تصبر عليه، فإن ثمرة الدعوة لا شك أنها آتية بفضل الله عز وجل، ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فالجن مع تمردهم وخوفهم الشديد من شيطان أو إبليس أو ساحر عظيم، إلا أنهم يأتون إلى الله، رأينا هذا ليس عشرات بل مئات أو يزيد بفضل الله عز وجل المرات بفضل الله سبحانه وتعالى، يأتون إلى الله مسلمين منيبين تائبين، ويتغير الحال في الجسد قبل الخروج. مجرد الإسلام الصحيح، وقد يكون في الأول الإسلام فيه يعني تردد تذبذب، لكن يبدأ يتقوى بفضل الله عز وجل بالاستماع إلى الوعظ والبيان والقرآن والنصح. وسبحان الله، والله يشهد على ما أقول، البارحة حتى تقول لك حتى عبرة أنت، يتكلم معي على الواتساب، أشهد الله على ما أقول وأنه هذا حق، على الواتساب يراسلني جني نصراني في امرأة في كندا، كنت أساعده على الواتساب، ولكن الجن دائما يغلب عليها ولا يدعها تتحدث، يقول لي لا، ويسبني ويشتمني ماذا تساعدها. فسبحان ربي، كنت أعظه بالكلام يعني رسائل ويقرأ. قبل البارحة في الطريق، الأخت مساعدة تقول لي الجني الفلان الآن يريدك على الواتساب، تكلمت معه بالجوال الموجود عند الأخت، ثم حولت الكلام أتممته معه في رقمي لأن يتواصل معه حتى في رقمي الخاص. فقال لي كلمة، قال لي: قد أسلمت وعلمت أنها مظلومة، مع بعد المسافة، لكن الكلمات أثرت، والله الذي لا إله إلا هو، النبي أرسل برسائل ملوك فهداهم الله وتابوا واستقاموا، قرآن تلي على من كانوا صناديد وكانوا أعمدة كفر، لكنهم تابوا وأنابوا وجاهدوا به جهادا كبيرا. هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله لا بد أن نفهمها، فيه أنوار وطاقات، فيه قوات وخيرات تأتي بما فيهم خير، وإن أظهروا القسوة والغلظة والجفاء وأنهم يتمردون، لكن في كل مخلوق سر، إذا علم الله بداخله خيرا وفقه إلى الخير، وكل الخير في دين الله جل وعلا. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجني قال لي: أسلمت. قال لي هكذا: أسلمت. قال لي: هل تأذن لي يا شيخ أن أشل يد زوجها؟ قلت: لما؟ قال: أنه يؤذيها ويضربها ضربا شديدا، ولا أريد أن يظلمها من اليوم. قلت له: لا، هذا ظلم، فلا نعالج الظلم بظلم. قال لي: فكيف أساعدها؟ قلت: في طاعة الله، وعليك أولا أن تخرج منها. قال: والله أشهد ربي، هكذا قال، أشهد ربي أني أتحدث معك وأنا خارج البدن. قلت له: كيف؟ قال: هي الآن في الحديقة أمام بيتها، وأنا أخذ الجوال وأراسله. قلت: لك قدر على هذا؟ قال: نعم. قلت: حدثني. قال: لا أستطيع، والله يشهد على ما أقول. قال لي: ستعجب يا شيخ. قلت لك: لم تضحك علي. قلت: ما قل. قال: إني أساعدها في ترتيب البيت، ولما تأتي وتجده مرتبا تقول: ربما رتبته ونسيت، وهي لم ترتبه، وإنما أنا من أرتبه فأكفر عن ذنوبي، والله الذي لا إله إلا هو. هذا قبل البارحة، أشهد الله على ما أقول. وهذا حقيقة بالتواصل مع الناس الذين عندهم مثل هذه الحاجة، وأنا هذا أعيشه ربما من درب الخرافة، ولكن ما نعيشه في عالم الجن عظيم. هناك من يأتي بالمال، هناك من يسرق، هناك من يقتل، هناك من يقدم في الانتحار، هناك من يساعد يعني ينقذ الناس، هناك من يأتي بالأسحار، هناك من يبطلها، كما أن هناك من يجددها ويسحر. فهناك قوة في خير وهناك قوة في شر.
هناك تدافع، هذه سنة الله جل وعلا، والجن خلقوا لأمر عظيم وهو دين الله تعالى والجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. فأسأل الله أن يجعلنا من التائبين، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين، اللهم آمين آمين. دعوة الجن إلى الإسلام هذه سنة الأنبياء، دعوة الجن إلى الإسلام هذه سنة الصالحين، دعوة الجن إلى الإسلام هذا دين الله رب العالمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا بد أن ندعو إلى هذا الدين، أن ندعو إليه الإنس والجن، لأن الله تعالى حينما أنزل الكتب أنزلها لتكون بشارة ونظارة للإنس والجن. حينما أمر الله تعالى الأرض أن يعمرها، أن تعمر بالخير، فهي من الإنس ومن الجن. حينما نهى عن الفساد نهى الإنس والجن، وحينما أمر بالدعوة أمر الإنس والجن، وحينما خلق الجنة والنار للإنس وللجن، وحينما خلق النار فهي للإنس وللجن. فلا بد أن تفهم، من يتدبر سنة النبي ومن يتدبر كلام الرب العلي فإنه لا بد أنه سيرى هذا حقيقة، وإن كان صادقا سيوجه السهام ليس في الحرب والطعن وإنما في الدعوة إلى الله جل وعلا. فإن حينها إن رفضوا فيلزمون بعظم الظلم ولا إكراه في الدين، ونبين لهم عدم الإكراه، أن الله جل وعلا بيّن لا إكراه، لكن في نهاية المصير وفي نهاية الطريق ثم النار ثم الجحيم ثم السعير، ونتلو عليه ونتأمل ونتدبر معه فليزداد الإيمان وليتقرب بفضل الله جل وعلا، اليقين في الله سبحانه وتعالى. نعم، فلا شك أنهم سيأتون إلى الله سبحانه وتعالى، وربما يأتي صغيرهم ثم يتوافدون ويتبعون فيسلمون كلهم جميعا، وربما يسلم الكبير أكبرهم وأعتاهم وأطغاهم ثم يجرهم معه طاعة لله عز وجل. فهذه لابد أن تفهم، هذه لابد أن تفهم في عالم الجن، إنهم يسلمون ويحسن إسلامهم ويصبحون من الدعاة إلى الله والواقفون بين يدي الله، وربما والله فيهم من هم أتقى منا، فيهم من هم أفضل منا، فيهم من هم أقرب إلى الله منا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. لا بد أن نبين الإنس والجن أمرا، لا بد أن نبين. حينما قال ربي سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، كرم الله جل وعلا الإنسان وجعل آدم على صورته وبينا فضل الإنس على الجن، نعم في أمور كثيرة، وأنهم أقرب إلى الخيرات وأقرب إلى الطاعات والبركات، وجعلهم الأنبياء وجعل منهم الرسل، لا بد أن تفهم. لكن هناك قاعدة أخرى لا بد أن يعقلها الإنس والجن ويتدبروها حتى لا يغفلوا عن سنة وعن شرعة بينها رب العالمين. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فقد يكون جني والله أعظم عند الله وأقرب إلى الله عز وجل بتقواه، لا نعلمهم لا نراهم، لا نعلمهم ولا نراهم، لكن الله يعلمهم ويراهم. فقد يكون ممن عمروا بيت الله الحرام بالطواف وبالقيام وبالصيام وبتلاوة القرآن وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقديم الخيرات والمساعدات، فلا يستوون عند الله عز وجل، لا أنساب بينهم عند الله، لا أنساب ولا صلة ولا قرابة. من كان قريب الله عز وجل فثم الزلفى والجنة والكرامة، نعم وهناك درجات عند الله في الجنات لابد، وكل واحد ينال الدرجة على قدر ما سعى وعلى قدر ما أعطى طاعة لله جل وعلا. فلا بد أن تفهم هذه، لابد. وقد رأينا العجب في عالم الجن حينما أسلموا، والله رأينا العجب. هناك من كانت ترمي يعني من فرجها ومن عورتها يعني الخيوط وجلود الثعابين، وهناك من أصبحت الأصحار في جنبها، وهناك سبحان الله من كانت تقيأ الدماء، وهناك من كانت حينما تصبح في مدن أخرى، وهناك من كانت أصحارها في جبال بعيدة، فهو سبحانه يأخذك وعينه مغمضة فيقف عليها، يقف على قبر هنا وهنا. من أعطى هذه القوة حتى يرشدك إلى هذا الأمر، أو يأتي به وحده، أو يقف هذا الداء ثم يبدأ يجتهد في يغير من ثلق الله عز وجل. وأقم الصلاة،
طرفي النهار وزلف من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، يمتثلها فيصبح يجتهد في دين الله وفي طاعة الله، خاصة يعلم أنه أساء إليها، حينما يتفقه في الدين يقدم في المكان الذي أساء يقدم خيرا، وهذا من شروط التوبة. من أسأت إليه أن تحسن إليه، وفي الموت الذي أسأت تحسن، ومن جنس ما أسأت تحسن، لا بد حتى تكون التوبة صحيحة ومقبولة عند الله عز وجل. فيعلم أن هذا البدن قد أساء إليه وقد عذبه كثيرا، فيبدأ يحسن إليه داخله وخارجه وحوله، وإن استطاع أن يصل إلى المكان، والله رأيته ورأيناه أن أصحاب استخرجت من دول بعيدة، ذهب معها وثم عاود الرجوع وقال هي لا تدري أن السحر معها أو بحوزتها، يقول ابحث في محفظتها، فقد أتيت به، علمت أنكم لا تصلون إليه فذهبت وأتيت به من بلجيكا أو من غيرها، أقسم بالله والله لم أقول شيء. يعني هذا عشناه حقيقة. الجن لهم قدرة لأن الله عز وجل مرحباهم بهذه القوة، منحباهم بهذه القدرة، إنه الله فجعف الله أرادهم أن يجعلوها في طاعته، لكن الشيطان وإبليس وأعوانهم علموا أنها قوة خفية فسخروها في حرب الإسلام والمسلمين. فلماذا لا تجعل في دين الله وفي طاعة الله؟ لا استعانة ولا تسخير، ولكن إرشاد للحق وإحقاق للحق. لا بد أن يعلم المحقون والمنصفون حقة ما نقول بقلب سليم، أن تنشرح الصدور للقول السديد، لا نبقى في فهم ضيق ولا نبقى نحجر، وربنا قد وسع. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، خلقتنا إنسا وجنا فأمرتنا بطاعتك وعبادتك، فوفقنا لطاعتك وعبادتك ما تحب وترضى، وبه عنا ترضى. اللهم ارضى عنا رضا الله سخط بعده، واجمعنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، إنسا وجنا. اجمعنا بمحبتك بالحب فيك يا رب العالمين، وبالتعاون على طاعتك يا حي يا قيوم. إليكم معشر الجن، إلى كل من عذب الجسد ومن حول الجسد، الزوج والزوجة والأبناء والبنات والذرية في العمل والتجارة والمال، إلى كل جني كبير، اعلم أنك ميت وستلقى الله سبحانه وتعالى، وستسأل عن الصغير والكبير وعن الفتيل والقطمير، واعلم أن الله قد أحصى كل شيء عددا، واعلم أن الله لا يغفل ولا ينام، واعلم أن الله قوي وجنوده كبيرة وكثيرة، وجنود الله عظام شداد غلاظ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إياك 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 أن تغفل، وإياك إياك أن تستسلم، وإياك أن تركن إلى الظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا على الحق إخوانا، كونوا على الشفاء والبلسم والدواء إخوانا، قال الله وإذا مرضت فهو يشفين. واعلموا معشر الجن أن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا يحبها الله منا أن ندعو إلى دينه، ولأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وخير لك مما طلعت عليه الشمس. وإسلام الجن حقيقة، وهدايتهم حقيقة، وسعيهم في طاعة الله حقيقة، لا ينكرها إلا جاهل أو جاحد، فلا بد أن تفهم وأن تعلم. اللهم فقهنا في دينك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا ربنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي على أيدينا إنسا وجنا، اللهم اهدنا واهدي بنا اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي على أيدينا إنسا وجنا، اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي على أيدينا إنسا وجنا، اللهم اجعلنا سببا في من اهتدى من الإنس والجن يا رب العالمين، واجعلنا سببا في من تشافى وتعافى من الجن والإنس يا رب العالمين. فقد يحضرون الجن مجالس الذكر ومجالس الرقي لتفقهوا ويتعلموا، وحتى ليرقوا أنفسهم أو غيرهم، فهذا أمر قد يكون وهو أمر لا نراه، لكن نحس به ونستشعره كما دل به الأخبار وما اعترف به كثير من الإنس ومن الجان. أسأل الله تعالى أن يجعل اليقظة خير، وأن يجعل المنام خير،
وأن يجعل الرؤيا خير، وأن يجعل البدن على خير، والأزواج على خير، وأن يجعل الأموال على خير، وأن يجعل الأبناء على خير، وأن يجعل الطاعة في خير، وأن يجعل القوة على خير وفي خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معشر الجن، خلقنا كما خلقتم، وأمرنا كما أمرتم، ونهينا كما نهيتم، واعلموا أن الله تعالى هو ربنا وربكم وخالقنا وخالقكم، وأننا نسير إليه فنقدم عليه ونحاسب بين يديه، فإما جنة وإما نار فماذا قدمتم؟ فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال الله: وصية لأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين إنسا وجنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهد على أيدينا الجن بالعشرات والمئات والآلاف والملايين يا ذا الجلال والإكرام. يسر ربنا إسلامهم على أيدينا، يسر ربنا هدايتهم على أيدينا، يسر ربنا خروجهم على أيدينا، يسر ربنا ثباتهم على أيدينا. اللهم اجعل رسالتنا تصل إليهم في المشارق والمغارب، لمن أتانا ومن لم يأتينا. اللهم اجعل رسالة تصل إليهم في الآفاق، يطير بها من أسلموا، فيبلغوها لمن خلفهم ولمن بعدهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المرسلين الذين أرسلوا بالحق من الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أمرتهم بطاعتك وعبادتك فيمتثلوها ويأمروا بها، ويدل الناس عليها ويدل الجان عليها. اللهم اهد كبار الجان، اللهم اهد قرى الجان وقلاع الجان، اللهم اهدي، اللهم اهدي ملوك الجام وأمراء الجام، اللهم اهدي مرضة الجام، اللهم اهدي يا رب العالمين الأقوياء من الجام، اللهم اهدي يا رب العالمين العاشقين من الجام، اللهم اهدي ربنا الخدام من الجام، واهدي الحراس من الجام. اللهم إنك تعلم أن الشياطين استعبدوهم وربطوهم وقيدوهم، والسحرة استعبدوهم وقيدوهم وربطوهم، فما رأوا الأنوار وما رأوا الطاعات وما رأوا الخيرات وما رأوا السعادات، كذبوا عليهم فخدعوهم وضلوهم وأضلوهم عن سواء السبيل وعن الصراط المستقيم. اللهم افتح قلوبهم، فالقلوب بين أصبعين من أصابعك تقلبها كيف تشاء. اللهم افتح قلوب الإنس والجن، اللهم نور قلوب الإنس والجن، اللهم اجعل الجن الذين جعلهم قوة هدم فاجعلهم قوة بناء وقوة بنيان وقوة عطاء وقوة خير. من وكلوهم ضدنا فاجعلهم لنا، من وكلوهم ضدنا فاجعلهم لنا، من وكلوهم ضدنا فاجعلهم لنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظهم، اللهم انصرنا وانصرهم، اللهم اعزنا واعزهم، اللهم اغننا واغنهم، اللهم احفظنا واحفظهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم. معشر الجن، معشر الجن، ان الله جعلكم عالما وجعلكم غذاء وجعلكم سقاء وجعلكم لباسا وفراشا وجعلكم بيوتا وجعلكم أماكن تأوون إليها، فلا تظلموا الإنس، تزوجوا، توالدوا، أطيعوا ربكم، واجعلوا نسلكم في عبادة الله، تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، ومباهم بكم الأمم يوم القيامة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فرحا مستبشرا بكم معشر الجن، فرحا مستبشرا بكم معشر الجن، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، استمعتم فأسلموا لله عز وجل. كانت الجن أسمع من الصحابة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول: لا نكذب بآلاء ربنا، لا نكذب بآلاء ربنا، وكيف نكذب بنعم الله وهي تترى وتوالى علينا، وهي ظاهرة، ظاهرة وخفية، ما ظهر منها فهو عظيم، وما خفي فهو أعظم. حواس من الله، وإدراك من الله، وتجليات من الله، وثبات من الله،
وأنوار من الله وحفظ من الله. فالحمد لله رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا إنسا وجنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا إنسا وجنا، اللهم وفقنا ولا تخذلنا إنسا وجنا، اللهم كلنا ولا تكن علينا إنسا وجنا. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الآثمين، سبحانك إنا كنا من الفاسقين، سبحانك لا إله إلا أنت. معشر الجن، لقد استحوذت عليكم الشياطين فهزتكم ذكر الله، وسكنتم في الأبدان سنين طويلة، وفي العقول والأفهام سنين طويلة، وفي البطون والأرحام سنين طويلة، وفي الأيدي والأقدام سنين طويلة. وها هو دين الله، وها هي أنوار من الله، فاعبدوا الله. قال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الحمد لله رب العالمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. واعبدوا الله، أطيعوا الله، وبالوالدين إحسانا، بر آبائكم وأمهاتكم، وأحسنوا إلى الخلق. نعم، وأحسنوا إلى الخلق، وأحسنوا إلى الخلق، إن الله يحب المحسنين. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. نعم، هكذا أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الحسنات يذهبن السيئات. فبفضل الله تعالى إلى كل جني أشار بالتوحيد، أشار بيديه بالأصبع بالأصابع، أشار تحدث نطق على الشهادة، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليعلم أن الله تعالى أحب المتقين وحب المؤمنين، وحب سبحانه وتعالى من أتوا إلى الله. والله لولا حب الله ما وفقتم، لولا حب الله ما هديتم. واعلموا وتأملوا قول الله: يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومعها قول الله جل وعلا: ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. تاب عليهم ليتوبوا، فلنتأمل: تاب عليهم ليتوبوا، فسبق التوبة من الله، ثم تاب العبد إلى الله فيستحق أن يحمد الله. فلولا توفيق الله ما وفق ليكون مع الله. فالحمد لله رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، وفقنا لكل خير تحبه وترضاه. إليكم معشر الجن لهذا ندعوكم إلى الإسلام، ولهذا نرجو أن تكونوا عبادا من عباد الله الذين لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا ذبح ولا تمائم، لا ذبح ولا تمائم ولا أحجبة ولا طلاسم، لا ذبح ولا تمائم ولا أحجبة ولا طلاسم، لا شرك صغير ولا شرك كبير. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. حينما يسلم الجن ويتفقه في دين الله يعلم كيف يتشبث بأمر الله وبتقوى الله عز وجل، خير من ممن يجبر فيكون فيه المراوغة، فيراوغ هنا وهنا، يقبل هنا ويدبر هنا، ويكون الشفاء هنا ويكون السقم هنا. فلا بد أن يفهم، وحتى الجن
فيهم المسلم لكنه مسلم ظالم، يعلم أنه مسلم لا يعطل الصلاة مثلا لكنه يعطل خيرات من جهة أخرى ويقولك ألزموني، اعلم أن الإسلام يلزمك بالتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لا حجة لك عند الله أنك تقول مسلم لكن تسكن بلدا فتظلمه، لا حجة لك أن تكون مسلما لكنك تؤذي وتظلم، لا حج لك عند الله عز وجل، لا حج لك أبدا. أمرت أن تتبرأ من الكفرة ومن السحرة ومن الفجرة، أمرت أن تتبرأ منهم فلا تكن معهم أبدا، لا تكن معهم أبدا، لا بد أن تتنصل وأن تنكر بل أن تحاربهم طاعة لله عز وجل، أن تحاربهم طاعة لله عز وجل، أن تبطل أسحارهم في البدن وخارج البدن، وأن تبطل تعطيلهم، تبطل تعطيلهم، لا أن تسعى في التعطيل. هذا هو الإسلام، هذا هو دين الله عز وجل. لهذا ندعوكم إلى الدين، ندعو المسلم وندعو النصراني واليهودي والبوذي والمسوني والمشرك على كل الطوائف والطرائق والملل والنحل، ندعو الأشكال كلها إلى دين واحد، إلى طريق واحد اعوجاج فيه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حينما نقول الآن يعلي اليد هكذا عاليا، نعم هكذا نريد أن لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا تكون دائما سفلى، لا نشير إلى هذا وإنما إلى هذا، إلى توحيد الله عز وجل، لا يشير إلى هذا، هذه لا تزال إلا حينما يقر في القلب هذا، حينها يكون ترجمان هذا. فلا بد أن تفهم، لا بد أن نوصل الحقيقة إلى القلب، هذه تأخذ وقت، ولهذا البعض قد يلف عنها ويراوغ عنها ويحيد عنها، لأن قد تشغله عما هو أعظم عنده. لبس الجميع، أتكلم بإشارات، أتكلم بحق وبصدق، الدعوة إلى الله، دعوة الجن، هذه حب، هذه سنة، هذا سلوك، هذه رفعة وعزة، لا يكون القصد الحرق والصعق والصراخ مفهوم وإبراز العضلات، لا، وإنما دين الله عز وجل. وإن استعنت بأمور أخرى هذه ما هي إلا مقدمة كي تأتي إلى ما هو أم، وهي هذه هي دين الله عز وجل. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمور عظيمة جدا، لمن تفقه في السيرة، لمن تفقه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيعلم أن ما نسلكه هو جنس ما كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم مع الإنس، وهو الرحمة صلى الله عليه وسلم. فلا بد للجن خاصة شم القلوب، وأنها تعرف حال الداعي الذي يدعوها كيف يدعوها، فلا بد أن تكون الدعوة بحق لحق على حق من أجل الحق وإحقاق الحق، فلا بد أن يرى منك الحق ليقبل منك الحق. فاعلموا معشر الجن أننا نرجو لكم خيرا وأنتم تعلمون هذا، نرجو لكم الجنة وأنتم تعلمون هذا، فنصبر عليكم الوقت الطويل وندعوكم إلى الله بالقول الجميل. نعم، فحتى صبر فصبر جميل، الجمال في الإسلام في كل شيء، الإسلام رونق علو، الإسلام أدب خلق، الإسلام يعني ما نسأل الله تعالى أن يجملنا ويلبسنا لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، الله تعالى أن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة وأن يعلمنا ما جهلنا، اللهم آمين آمين، وأن يهدي على أيدينا. إذن الحاصل قد بينا كل شيء بفضل الله عز وجل أو بعضا من كل شيء حتى نكون منصفين، فلا نصل إلى كل شيء، نسأل الله أن يعلمنا وأن يوفقنا لكل خير. طيب، أنت الآن أسلمت وعذبتها في سويت سنوات والآن وفقت.